بعض الجمهور بتلقى الناس بيحطوا سعف، هذا الشيء ده في السنه وارد ولا شيء من عند الناس؟ سعف ولا جريد؟ هنا بتقولوا له جريد. طيب اصلا يا جماعه القصه انه النبي عليه الصلاه والسلام لقى له قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بين الناس واما الثاني فكان لا يستنزه من البول. فشلوا جريده نخل كسر نص او شق نصين، خدتها في القبر ده واحد وفي القبر ذاك واحد، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. التصرف ده خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، ما يجوز لي انا ولا اي واحد فيكم يسويه. لسبب ان الرسول عليه الصلاه والسلام علم، لانه بيوحى له، نحن ما بيوحى لنا، لا انا لا انتم، علم انه صاحب القبر ده بيعذب لانه كان بيسوي سوي، وصاحب القبر الثاني بيعذب لانه كان بيسوي سوي، بس لكن انا وانت ما بنعلم، عشان اي قبر دفناه ونقوم نغوص فيه شنو؟ جريدة. لو غزينا فيه نخلة كاملة ما بينفع بحاجة، لأنه أول حي أنت أمتع على أنه بيعذب ولا ما بيعذب. الرسول علم أنه ده بيعذب وده بيعذب ونحن ما بنعلم، يبقى ده خاص التصرف ده بالرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني على الخصوصية أنه ما في واحد من الصحابة، لا أبو بكر الصديق بعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، لا عمر لا عثمان لا علي لا أبو هريرة لا غيرهم رضي الله عنهم، ما كل قبر يمشوا يجيبوا جريده بتاعت نخله ويغزوها، ما حصل. ليه ما عملوا؟ لانهم علموا انه ده كان خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام. ليه خاص؟ لانه الرسول هو الوحيد اللي بيوحى له، الوحي بيوريه انه هنا حاصل وهنا ما حاصل. اما نحن ما عارفين. نعم. ثم انه الناس بيفهموا انه جريده النخل لما تغزها هي اللي بتعمل له شنو؟ تخفف له العذاب. وده شرك بالله بالمناسبة، ده أخطر من بدعة الجريد نفسها. الاعتقاد إنه الجريد النخل ده لما نغز وبيخفف له هو، ده شرك بالله يا جماعة، ده أخطر من مجرد البدعة ذاتها بتاعت الجريد. عشان كده الناس يخلوا الحاجة دي، داير الله يخفف له، الله يدخله الجنة ادعوا له. اتفق العلماء كلهم إنه ما في شيء بينفع الميت زي الدعاء له، ما في شيء بينفع الميت، مش قادر تنفع الميت حقك، ما في شيء بينفعه زي الدعاء له يا اخوان. اما ده كله ما صحيح. وبعدين كمان يمشوا يقول لك الرحمتات، مش كده؟ اخر خميس في رمضان، اخر خميس في رمضان يشيلوا بلح وبليله يمشوا وعصير يكشحوه فوق القبر، هو بياكل؟ هو صايم معانا عشان تدوا بلح؟ وما تنقطع عمله الا من سلاس، ده ما صحيح، كله ما صحيح. وبعدين حرام النعمة ذاتها تجديها فوق التراب، ذاته كمان حرام تاني، ما صح. أديها للمساكين وقول لهم ادعوا لي للميت، كده بيمشي له البلح الشتته ده ذاته والبليلة. شوف لك ناس مساكين أو أسرة مسكينة أدي لهم، قول لهم يا أخ بس داير منكم طلب واحد، ادعوا لي لأبويا المادة بس، ادعوا له قولوا حاج فلان الله يرحمه ويغفر له ويدخله الجنه. ده الطريق الصحيح، لكن الشيطان بغشنا غشانا، بدل ما نديه اكل المسكين يقول لك كبه فوق التراب. لا مسكين لما فيه، عرفت هو الكلب يبول فيه ذاته،